الكرام من محاسن صدف انه راح نشوف هذا الرصيف. هذا رصيف، شوف واضح المعالم كبير. خذ قدامي شوف هسه، شوفوا هذا الرصيف احنا هسه ماشيين عليه. شوف عرضه تقريبا اقل من متر بشوي، اللي هو فوق حاول طبعا هذا امتداد كبير للمنطقه. شوفوا منطقة جميلة. هذا الرصيف شوفوا من هنا، تصوروا من هنا، شوف هذا الرصيف اخوان اللي كانت يستخدمه الناس للحماية، وشوف هذا اطلاله او اثاره في المنطقة الثانية. احنا بعدنا في قرية قلة ثانية. سبحان الله، بالرغم من انه هاي الشجره مجوفه فرسانه، بس باقي طرفها شوف الا انه هي موجوده. سبحان الله. سبحان الله، باقي بس باقي قشر الشجره. شوف صايره الا ان الشجره، شوف المفاجاه انه موجوده كامله وعدنات. سبحان الله. هاي احجار السور ايضا او الرصيف، خلينا نقول هذا الرصيف. هذا وين اخذنا؟ طبعا هنا انا صد الطريق بعد ما لنا مكان لازم نطلع من هنا. شوف هذا الرصيف، شوفوا هذه القرية. اعتقد والله ما ادري. ايه شو وين؟ لا هاي مو توس. لا بابا لا. بل هاي قريه. هذا غرب. هاي القريه اللي بالساده، منطقه الساده. متفرشة يعني هذا الباقي منه. شوفه هاك يعني هسه. هذه متابعينا الكرام شوفوا احنا وين. قرية اللي يسموها الجلدية يعني من الجلد الظاهر. قرية الجلدية. شوف هذه باقي منها، هذه سواليها يعني كلها رايحة واقعة. باقي هذا طبعا ما اعرف شنو الوضع كان، بس هذا شكلها. هذا الباقي من هذه القرية. وراح نشوف هنا تعال ها
هذا طبعا جلي حتى مكان، هذا ما باقي من سازي. هذا شوف حسب يعني مشهور من هاي مباقي بس هذا فقط. هذا هاي الكوته اللي تعتبر من اقدم الاشجار اللي هناك، هاي تشوفوها هذه قريت نشرب باقي منه فقط هذا الحائط طائم فقط بس. اما هذا هنا هذا البيت مثل ما ذكرنا مثل غيره من المناطق، انه سابقا اجدادنا اول ما اجمين جم سكنوا في قرب من النهر. هذا البيت هذا البيت الاصلي او الاساس الاصلي، هذا المسجد اللي كانوا ساكنين مشاهدة بيت السيد و السادة. يعني هذا المنطقة وهذا البيت، هذا مالت الناعور، وهذا المنطقة اللي كانوا ساكنينها طوال يعني أول ما كانوا ساكنين هنا قديما، يعني كانوا موجود جد بعدين انتقلوا للبيوت. هذه هي ابو قرية صغيرة باقي اثارها اسمها هرمزة، تمام. وهذا ما موجود الى حد الان اللي اثار هذا البيت القديم. ما نقدر نعبر، تعال صديقي. هذا هذا الحائط البيت القديم، شوفه هذا ما تبقى من البيت القديم اللي هو اللي كان ساكنين اول ناس في المهرج. يلا هذا هذا اعتقد الاسامه بيت خليفه اظن. السلام عليكم، شلون خال؟ هذا بيت خليفه. ها
متابعينا الكرام، اليوم اخترنا في قرية البتشارية وشفنا بعض معالمها وبعض المناطق اللي فيها. تحياتنا لكم وانتظرونا ان شاء الله بتقرير ثاني ومكان اخر من حكايات موثقة ومن صفحة بروانة والحكايات. كان وياكم اخوكم عدي نعم النجف. تحياتي.